إذن هو يوم خالد مجيد من أيام الوطنية المصرية، يجدد ذكرى المجد والعزة والكرامة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن تراب وطننا الغالي وحماية ركائز أمننا القومي. وتحرير سيناء يجسد معنى سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها وترابها، وأنه أمر لا يقبل التهاون، ومن أجله تهون التضحيات والعطاء والفداء. نتابع الآن هذا اللقاء الخاص مع النقيب سمير أحمد عبد الله من سلاح المهندسين خلال حرب أكتوبر المجيدة. إحنا نعتبر مجموعة المعهد الفني، يعتبر المعهد الفني قوات مسلحة، أعد أو بدأ في السبعينات، يعني سنة 71، وإحنا داخلين في الفترة اللي قبل كده. كان اسمه الوضع بتاعنا اسمه يعني إيه، مشروع المعهد الفني. مشروع المعهد الفني عمله صيانه الطيارات، شغل في البحريه، كان في ناس داخلين البحريه برضو بعملهم، وقوات خاصه، ودي يعني جميع افرع القوات المسلحه. بس كان بدايه احنا داخلين ثانويه عامه وثانويه صناعيه، وبدانا وخدنا ودورنا برضو، ومشينا مع زملائنا اللي هم خريج المعهد الفني، وتساوينا ضباط فنيين مع بعض. يعني أنا كان دوري إدارة عمليات تجهيز الطيارة، بمعنى يعني مثلا تموين الطيارة، تجهيزها بالوقود، ضبط العجل، لو في عجل عاوز يتغير يتغير، قطع تتغير، بامب ترمبات تتغير تتركب، قسم الكهرباء مسؤول عن التوصيلات الكهربائية والحاجات الداخلية في الطيارة، اللاسلكي مسؤول عن أجهزة اللاسلكي المعدة في الطيارة، وتغيير طبعا التشانل بتاعها باستمرار، التسليح لو مهمة تركيب قنابل، في معدات أرضية بتحط عليها القنابل تصرف على التركيب. يعني في حتة بقى كده بمناسبة القنابل، واحنا بنركب قنبلة في مرة في أثناء العمليات، المفروض ان احنا بنحمل القنبله والخطاف بيقفل عليها لوك، ونسمع التكه ونشوف اشاره كده حمراء او خضراء، لو حمراء يبقى لسه ايه القنبله مش مثبته كويس. ونزلنا الونش اللي هو شايل القنبله دي نص طن، ولاقي عسكري دخل بظهره واحنا مع بعض بنزعرف بتاعت القنبله، وعملنا التكه، سمعنا صوت التكه وبانت الاثاره ان القنبله مش ثابته تثبيت جيد. ودي كانت حمله حلوه جدا، يعني مثالي ما يعملهاش نص طن، نص بيرفع بيزق نص طن بظهره عشان القنبله تمسك. دي عمليه حاجه جميله يعني بصراحه. والله هي تقدر تقول ما كانش في فرق ما بين طيار ومهندس او فني او عسكري، اللي هو عسكري الخدمه اللي بيحرس الطياره، كلنا كنا سواء مع بعض كده تيم واحد، لدرجه ان الطيار كان يقول انا عشان خاطر ما تعبكوش ما رضيتش افتح المظله الفرمانيه بتاعت الطياره، لان الطياره المظله الفرمانيه على في اللاندنج، عشان ما تعبناش ان احنا ناخد المظله ونحطها في ونركبها من جديد، دي بتاخد مجهود برضه. يعني انا بالنسبه لي انا كنت بشتغل على الطياره السخوي 7 الروسيه، واتدربت عليها تدريب جيد، وكان في الفتره دي كان موجود الميجا 21، في منهم الليلي وفي منهم النهاري حسب النوع يعني، وفي الميج 17، وكان في كمان اثناء الحرب دخلنا بطيارات يعني ما حدش الناس تستغرب، يعني طيارات التدريب الخفيفه دي اللي ما تقدرش تشيل اي حاجه، يعني يعتبر حركتها بطيئه، في طيارين من الكليه الجويه طلعوا بيها، وتعمل حمالات فوق الاجنحه لان صحه الاجنحه ضعيفه. لا عمل حمالات، عملنا حمالات فوق الاجنحه من فوق، ويركب لها قنابل اللي هي على قد، ودورها مش هيخش طبعا اثناء الحرب في اوله، بيكون ايه المدفعيه شغاله والصواريخ وكلام من ده، دول بتخش عشان يتنظف بقى. سلاح الطيران، سلاح القوات الجويه، عين القوات المسلحه،
اللي بيشوفها بيها. الانسان من غير عينين مش هيشوف حاجه، لان بيطلع طيارات تعمل استطلاع داخل مواقع العدو وتصور وترجع ناخد الحاجات دي وبناخدها، بيكون في طيارات بعدها بمده بسيطه جدا طالعه بتضرب المواقع. يعني خد قدر يحدد موقع الحاجه دي وايه نوع، يعني مثلا موجود موقع صواريخ، مخازن ذخيره، مطارات، عاوز يضرب ممرات. فالقوات الجويه مهمه جدا ولها اولويه، ويعني في كمان لاخلاء الجرحى في طيارات هليكوبتر بتخش تعمل اخلاء. في قوات الصاعقه والكوماندوز بيخشوا مواقع، يعني في من قبل ما تبدا حرب 73 في لينا قوات دخلت جوه المواقع قبلها بيوم ويومين وقعدوا في الاماكن وتحلوا اماكن وحاولوا ان هو يسيطروا على المحاور الموجوده. لحظه رفع العلم على سيناء على ارضنا اللي بنستردها تاني دي فرحه، يعني هنقول فرحه كبيره جدا ان احنا ارضنا استردناها. احنا استردنا في حرب اكتوبر جزء من الارض، ومع المفاوضات وصلنا ان احنا خدنا جزء كبير من سيناء، وده يعتبر يعني مجهود سياسي جميل جدا مخلينا احنا نشعر بالفخر بقيادتنا. القيادة اللي قدرت تتواصل مع انهم يعملوا في السلم وفي الحرب، ما احنا يعتبر كان فترة هدنة او فترة مش حرب ما بعد حرب اكتوبر، ومع ذلك المفاوضات واللي تمت رجعت لنا ارضنا ثاني. انا عشان انصح شباب الشباب في الوقت الحالي انصحه بانه يحب الوطن. في ناس كتير حاليا دلوقتي بتتمنى ان يكون وطنها يعني زي السوريين، يا رب يرجعوا ارضهم تاني، وهم معانا هنا في موجودين في مصر في بيتهم مش هقول ضيوف. فاحنا عشان خاطر نكون لينا سردنا ارضنا ده شيء جميل جدا. لينا وطن، لينا وطن دي حاجة كبيرة قوي قوي، إن إحنا وطننا محافظين عليه. فدي الشباب أنصحه إن هو يبص لمصلحته ومصلحة بلده ويبعد عن أي شيء ينهيه بالإدمان أو بأي وسائل أخرى. يعني إحنا كنا فترة في مصر كنا بنحارب وبنجهز وتدريبات وكلام ده، وفي شباب في له، لكن ساعة الحرب ما كله بينتبه، كل الشعب المصري جميل جدا، مجرد ان انت ممكن تلمهم في ثانيه ويخش الحرب. عاوز حتى ان شاء الله يكون يمسك حته خشبه يحارب بيها. هو والله الشهيد عاطف السادات الاخلاق عاليه جدا جدا، من كتر حبنا ليه كان يجي يجيب التباشير كده ويقول اكتب لي على القنبله ايه بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وكان دايما هو ينصح دايما زملائه الطيارين يقول لهم كده برضه وهو طالع. اللي ذكر العباره دي في احد الاحاديث في التلفزيونيه اللواء طيار احمد الدحدحي، ده كان اركان حرب السرب بتاعنا في الفتره دي، كان يعتبر نقيب تقريبا. كان يقول انا ببقى سعيد جدا لما ببص لها عاطف يقول لنا قول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، بتديني دفعه معنويه عاليه جدا ان انا اخش وبقوه واحارب، وده بيخليني يعني في حاله نشوه عاليه جدا جدا. يعني سبحان الله انا بهني الشعب المصري على استرداد الارض، و نشعر ان احنا لنا وطن، وطن عزيز. رفعنا العلم سيناء، على سيناء ده معناه استرددنا ارضنا واسترداد كرامتنا اللي انا اعتز بيها وكل زملائي يعتزوا بهذا الوضع. ونتمنى في اي وقت ان احنا نكون يعني في حد السلام دائم، ولكن بندافع عن وطننا في وقت لو في هجوم هندافع، ولو وصل بينا ان احنا في السن ده نشترك في الحرب هنشترك ونمسك السلاح احنا كمان في السن ده.